هما بيمشوا ازاي بالحاجات ديت؟ بتهيألي كده محتاجة تدريب. بيمشوا كده كده. طب انا بردان في سلهوب هوا داخل من تحت. يا اخي ما كل الستات ماشيه اهي، في حد مات؟ حاسس اني عريان والناس كلها بتتفرج عليا. دي منظر غير حد يبص عليها. يا بنت ما تتفرج. يلا هنا فادي. ولا بلاش يا ابني ما فيهاش حظ. يلا يا سكره. معقوله دي حاجه تانيه خالص؟ بقول لك ايه، اهدى ايه ده. لما نبقى نروح الغردقه ايه الزباله دي ونرميها، ولما ترجع راجل اعمل اللي انت عايزه. انا خايف من حكايه الستات ديت. ليه خايف ليه؟ ما حدش قال لك تحبل. احبل؟ دي اللي مش ممكن تقنعني بيها ابدا. بقول لك ايه، هو ده اللي ناقص. استني بس، معنى ايه؟ العجواني ورجالته ورانا والاوتوبيس قدامنا. اوتوبيس ولا عجواني؟ لا اوتوبيس. تمام يلا بينا. احنا جينا اهو. انتوا اللي بعتكم المكتب؟ ايوه. الجداد؟ اه طبعا جداد. ده احنا جداد لانج. الاستاذ راضي مدير الفرع، وانا نهايه الجمال. وانا عصمت. وانا نونا انشانتيه. عسل سكس وترومبيت، انتوا انقذتوا الفرقه يا جماعه. المهم قولوا لي، كنتوا بتشتغلوا فين قبل كده؟ هنا. لا هناك. لا احنا بتاع كله بصراحه. احنا خريجات الكونسرفاتوار. الكونسرفاتوار؟ ام التريتوار. طب يلا اطلعوا. انت يا لونا كرسي 7 وانت يا عصمت 8. وانت كام؟ انا معاكم. يلا يلا سيبوا الشنط. يلا يلا. شكلهم ما بينطمنش ابدا، مخنشرين قوي. بالعكس انا شايفهم نسوان عسل كده. ايه حكايه نونا دي؟ ايه اسم زكيه بلدي مش عاجبني. نونا احلى. يلا يا نونا. سكر اموره قوي. مش معقول. قولي لي يا حلوه، انتي انسه ولا مدام؟ انسه. أنسة؟ ولا تزعلي نفسك، كلنا كنا كده. اوعي طول ما انا معاكي ما تقلقيش، هتتبسطي قوي. يلا يلا يا نونا يلا. ايه؟ سوري نسيت اعرفكم بنفسي، انا نونا ملكة الترومبت، احسن ست تلعب ترومبت في كل الستات اللي بتترمبت. وانا اسمك ساكس. مرحبا. مدام نهاية انا همزل. طيب يا حبيبتي لحظة واحدة وجاي. بقول لك ايه يا حلو؟ بقول لك انا ايه؟ ما تنساش انك ست. ها؟ ما انا عارفة. رايح فين؟ خرب بيتك اديك عملتها. عملت ايه؟ قطعت الحمالة والبالونة هتقع. بالونة؟ طب يلا الحمام نظبطها. يلا. قبل نهاية بعد اذنك رايحة الحمام. ايه في ايه؟ جالي هبوط. هبوط ايه؟ هبوط اضطراري. اسفين. مش هتقول لحد مش كده؟ قلبك ابيض، هنقول لمين؟ يا خرب بيوتكم. وانت كمان اصلهم لو شافوني هيطردوني من الفرقه. انتوا اللي بتعزفوا ترامبت وساكس؟ انا نونا ترامبت. عصمت ساكس. واقفين عندكم ليه؟ ادخل. تشربوا؟ وماله؟ ميرسي. هو انت منين يا سكر؟ انا من اسكندريه، من كامب الشيزار. جينا القاهره من 10 سنين، من عيله فنيه كبيره. ماما مدرسه موسيقى وبابا كان مايسترو. برافو برافو. مايسترو فين؟ في الاوبرا. اه صحيح. مايسترو لازم يبقى في الاوبرا. انا كمان فنانه مغنيه، بس صوتي مش قوي كده.
وكمان الفرقة كلها مش قوي كده. أنا اشتغلت معاهم عشان أعرف. تهربي بسرعة. تهربي من إيه يا سكرة؟ سوري أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده دلوقتي. أنتوا مش عايزين تشربوا ليه؟ لا إحنا بنشرب بس يعني بالنهار لا. على فكرة أنا ممكن أبطل بس أنا اللي مش عايزة. وبيني وبينكم كل البنات بتشرب بس أنا بس اللي بتقفش. لازم تتقفش طبعا. مشكلتي إني دايما واقعة من قعر القفة. يا بخت القفة. باي باي باي. تجنن يا عصر عصر. احنا هنا في كام غلط خالص. افتح. هوبا. انت يا راجل زفت. تعال. ايوه بص شوف. شو ينظر. اخي يا ابني ايه اللي انت بتغيره ده؟ ما تضربنيش بالقلم بغير بس. انت ايه يا ابني؟ ايه ده؟ سكرة انا لما قلت قبل كده مش عايز ضرب في الرحله ما كنتش اقصد ضرب بعضيكوا، كنت اقصد ضرب ده. إيه لو سمحت يا اخ الحاجه دي تخصني انا. انا اسف. اتفضلي. لو سمحت يا سكرة مش عايز الموضوع ده. ايه ده؟ ايه يا انسه العلبه دي بتاعتك؟ اتزفلطت مني. اتزفلطت؟ لا هاتي العلبه لو سمحت. هاتي العلبه، الرحله مش ناقصه زفلطه. هاتي. خلاص لو عينك فيها خدها. انت يا بنت، انت يا طويله. ايوه انت. انتوا مش قلتوا لي انتوا الاثنين انكم درستوا في الكونسرفاتوار؟ درست هناك سنه. الله، مش قلتوا 3 سنين؟ لا هي سنه بس. خرجنا حسن السير وسلوك. بقول لكم ايه، في زفتين مش عايزاهم في الرحله دي. الزفت الاولاني الزفت اللي كان في الارض ده، والزفت الثاني بقى الرجاله. مفهوم؟ لا رجاله ايه، الرجاله دول كانوا زمان، دلوقتي خلاص بيتخلعوا. نومك يجنن، جايباه من انهي بوتيك ده؟ هيا نونا. اهلا نونا، ازيك؟ اهلا سكره. تصبحي على خير. وانتي من اهل يا حياتي. ايه شبط الامراض بقى. مش قادر عاصم. اعصابي اعصابي. لا انت احسن حاجه بقى تقعد تقول انا زيت انا زيت انا زيت. عندك حق. انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت انا زيت. مساء النور. انا نسيت انا نسيت انا نسيت انا نسيت انا نسيت انا نسيت. يلا خش لنا. يلا تصبحي على خير يا عسل. يلا عسل بقى عشان نخش ننام. خلينا شوية يا عاصم. يلا خلينا شوية. بقول لك جرنا الستات يا عاصم. انت تقعد هنا ما تتحركش، فاهم ولا لا؟ ايه هو ده؟ افرض حبيت اروح الحمام. ممنوع. افرض عطشت. بقول لك ايه، كل حاجه ممنوع، فاهم ولا لا؟ امتى يجي اليوم اللي اتجوز فيه واخلص من الهم ده؟ يا سلام. افرض طيب. ايه بنت الحلاوه دي؟ اهتم بنفسك. اتفضل. شكرا يا فندم. اتفضلي. انا متشكره قوي، مش عارفه لكن ممكن اعمل ايه. انت تمرين يا هاني، ده اقل واجب. هتصبح على خير. نهايه. انسة نهايه. انسة انا اسف. حضرتك قلت لي اسم الفرقه ايه؟ فرقه بنات مازن السعرجيه. شكرا. ايه ده عفو. بقول لك ايه؟ عايز اقول لك حاجه مهمه قوي. ايه؟ ما خدتش بالك من حاجه غريبه كده في البنتين الجداد دول؟ غريبه؟ غريبه ازاي يعني؟ معرفش، اول ما ايدهم بتيجي عليا بحس باحاسيس غريبه قوي. فين؟ فين؟ في معدتي. معدتك؟ حموضه؟ حاجه زي حموضه؟ دلوقتي بس عرفت مين اللي فعل مرارتي. مين فعلك مرارتك؟ قدامي. مين فعلك؟ قدامي. بقول لكم ايه؟ كله ينام، صحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. بقول لكم ايه؟ كله ينام، صحيان بدري مفهوم؟ مش عايزه دوشه. طب ممكن اقلع الباروكه وانا نايم؟ مفيش باروكه، ما نضمنش الظروف. نونا بقى يا حبيبتي تصبحي
على خير. وانت من اهله يا عصمت. بقولك ايه، زي ما اتفقنا هتقولي ايه سمعيني بقى. انا ست. ايوه انا ست. ايوه انا ست. ها انا ست. يلا كمان مره. انا ست. انا ست. ها انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. كنت عايزه اشكرك على اللي عملتيه معايا. انت فعلا راجل. عرفت ازاي؟ قصدي مش عارفك يعني. لا ايه الراجل دي؟ معقوله احنا بنات لازم نقف جنب بعض يعني؟ لولاكي كان زمانهم رموني في الصحراء. معقوله حد يرمي النعمه؟ ده حتى يبقى حرام. ايه ده؟ ده الدنيا برد قوي هنا. لو بتفكري تعملي اي حاجه انا ممكن اعملها لك. اي حاجه؟ اي حاجه؟ انا ممكن افكر في مليون حاجه. نهايه دي بدايه. سكره تعالي تعالي، هي تلاقيها بس بتتمم. مش عايزاها تشوفنا مع بعض. لا ما تخافيش، تشوفنا زي مع بعض. وبعدين انا مش هجيب سيره لحد خالص، ولا حتى العصمه. علمك عصمت دي قرشانة. انا هستنى معاكي هنا لغايه ما ترجع تاني اوضتها. حبيبتي براحتك، استني معايا سريرك ومطرحك. انا زنقاكي كده؟ ايه ايه زنقاكي دي؟ خدي راحتك خالص، خشي خش. انا احب الدفى زي عينيا. عارفه يا نونا، وانا صغيره كنت بحب انام جنب اختي. يا سلام. واخدها في حضني بعدين نطفي النور ونتغطى بالبطانيه، وابص في عينيها وهي تبص في عينيا ونبتدي نحلم. طمت يلا يلا احلمي. مالك؟ ايه يا حرام، دي انت بتترعشي. هي مش رعشة على قد ما هي اعصاب يعني. ايه ده؟ ده انت مولعة ورجليك ساقعة موت. انا هدفي عمرك. كفاية. استني بس. كفايه اعملي معروف. ايه رايك؟ مش كده احسن؟ طبعا احسن. بس انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. انا ست. تقولي ايه؟ قصدي اقول ان انا ست بس تعبانه يعني، يعني عيانه يعني. مش انت رايحه فين؟ انا كمان عيانه. طيب يعني انت عيانه وانا عيانه، نعنيين مع بعض يعني. تعالي 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 بس. عارفه احسن حاجه ايه؟ ايه؟ سيجاره. عندك؟ ايوه عندي. تعملي ايه؟ يا حلاوه المولد يا حلاوه. الدنيا برد بره وبرد جوه، الواحد كده هيعيا، قصدي الواحده هتعيا. هتوقعيني؟ استني. ويعني ما تقعي، انا عايزك تقعي. انا عندي ليكي مفاجاه. تعالي اقعدي اقعدي. بصي بقى، اعمل لك مفاجاه ما حصلتش. يلا اعمي نفسك انا وانتي وعصمت جوه. انا وانتي، انا وانتي وبس. انت طعمة قوي، سكرة قوي. هاي ازيك؟ هاي سكرة. هاي نونة. ايه بتعملوا ايه؟ ما تيجي. ايه
ايه تيجي ديت؟ طب انا جاي. لا لا طنشي طنشي، مفيش احلى من قعده البلكون. عايز احكي لك حكايه الشاطر حسن وست الحسن وجميل لما كانوا قاعدين في البلكون، عمل فيها عميل فظيعه. يا ايناس يا ايناس يا انس، قومي يلا وصحي منى وحصليها على اوضه نونا، في حفله هناك. وما تنسي ازازه الويسكي اللي انا مدكناها. منى منى موني موني، قومي في حفله، في حفله قومي. بس يا سيدي، راح الشاطر حسن زنق ست الحسن وجمال في الكورنر بتاع ايه البلكونه. لا لا اصلته، لا اصل دي حفله خاصه، يعني انتوا مش فاهمين ايه ده. انتوا ايه؟ لا اصل مش في تعليمات تناموا بدري. لا ما هو انتوا مش فاهمين، مش فاهمين. انا هو لا هو ايه ده ايه ده ايه ده بقى؟ لا استنوا، عصمت عصمت نايمه كده تصحى. لا 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 يلا وفي ايه؟ تلجي يلا تلجي ايه؟ يلا انتوا جايبين الشرب ولا سجاير؟ اه ماشي كل حاجه. انا اول مره اشوف ست بالطريقه دي. بس خليكي خليكي انا معها بقى، انا هروح اجيب لكم ثلج. لا استني رايحه فين يا سكره؟ اروح اجيب الثلج. لا ازاي استني؟ الله ما دي هتروح. تعالى تعالى. طب استنوا استنوا استنوا، انا عايز احكي لكم حكايه الشاطر حسن عمل ايه مع الستات اللي في البلكونه. استنى استنى احكي لك. رايح اجيب تلج. تعملي ايه عندك؟ سرقتها، كانوا حاطينها على اللحم. ما اقصدش انتي مش خايفه؟ لا تقدري تقولي اتعودت. غبيه على فكره، انتي مش غبيه بس جريئه قوي. قوليها بصراحه، انا لو ما كنتش غبيه ما كنتش فضلت في الفرقه دي لغايه الوقت. وايه اللي مخليكي؟ قبل كده كنت بشتغل مع فرقه رجاله بس ما قدرتش اتعامل معاهم. انت اشتغلتي فرقه رجاله قبل كده؟ مين انا؟ لا طبعا. اهو ده اللي انا بهرب منه، انا اشتغلت مع ست فرق رجاله، مش عايزه اقول لك. انا عارفه الرجاله دول ما لهمش امان، خاينين يعني حاجه زي كده. اكيد وقعتي في راجل بسباص بتاع نسوان. لا ما تخافيش عليا، انا مش سهله وثقتي في نفسي ملهاش حدود. مشكلتي ان عندي حساسيه ناحيه بتوع الساكس. حقيقي؟ اول ما ابتدي اغني ويبتدي يلعب ورايا اسمعه هو بس، بعد ما اخلص الاغنيه اقعد اعد العشرة لعشرين لمية عشان ما اجريش وراه وابوس. انتي عارفه انا بلعب ساكس. ايوه بس انتي بنت الحمد لله. عشان كده انا بشتغل مع الفرقه دي، طول عمري بهرب منهم. في حد برضه بيهرب من الرجاله؟ انا اصلك ما تعرفيهمش، لكن كل كوم وبتوع الساكس دول كوم تاني، وانا بعيده عنهم تلاقيني بدور عليهم، واول ما اقرب منهم احس ان عايش اجمل قصه حب بجد. لكن برضه اتفاجئ انه عايز فلوس يشرب بيها يلعب قمار برضه، هو تديله تصحي الصبح ما تلاقيهوش. غبيه مش كده؟ الذكاء مش كل حاجه. بس انا عايزه اقولك على حاجه، انا خلاص مش هقع في اللعبه البايخه دي تاني، انا كرهت حظي. ثلج فين؟ عارفه يا عصمت، انا في ديسمبر الجاي هتم 23 سنه، عشان كده هبتدي افكر. تفكري في ايه؟ زوج اسره. عرفتي ليه انا مبسوطه ان انا جايه الغردقه؟ وطبعا عايزه غني مش كده؟ مش مليونير، كفايه يكون عنده شقه عربيه شاليه، يا سلام بقى لو عنده يخت، بحلم مش كده؟ لا 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 بس على فكره ممكن تلاقي. وانت كمان يا عصمت ان شاء الله هتلاقيه. بس بقى انا عايزاه طول بعرض ماله يدومه يعني. عشان يقدر. انا بقى عايزه جوزي بنضاره. نضاره؟
اصل الرجاله اللي بيلبسوا نظاره دايما بتلاقيهم حساسين وجذابين رومانسيين. انت ما لاحظتيش الموضوع ده قبل كده؟ دلوقتي بس لاحظت من كتر قرايه الجرايد والعواميد الصغيره نظرهم بيضع. طول عمري كان نفسي ازور زنقه الستات، اهجت لحد عندي. لا 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 بلاش اللعبه بالثلج، بلاش اللعبه بالثلج. لا لعبه بالثلج لا لا بلاش بس. طب هقول لكم حاجه، هقول لكم حاجه، بلاش نلعب بالثلج ونلعب لعبه الفوز. يلا ويعني ما تيجي تعالي ما تيجي. ايه يعني ما هيتي كمان؟ يعني هي اللي قضت على الجمال؟ اكيد هي اخر العنقود، بعد كده العنقود اتقطع. بابا كان بحبك بابا اوبا انت فيها بابا بابا اوبا. يا مامي كنت بلعب عقلة. جسمك ضخم قوي من رمي الجلة. وايه التعويرة دي؟ لا دي واحدة رمت عليا قلة. ايه ده ايه ده؟ ازاي دراعك كده؟ ايه ده ولا رجليكي؟ ده اهمال. يلا بس يلا 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 يا باسم يلا يلا يا باسم يلا 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 بلاش نمو. اتأكدي أنسة تكوني وقعتي ولا حاجة. ليه بقى؟ يعني أي واحدة بتقع بعدين تكتشف أنا مين تبدأ تحط نفسها على كرسي متحرك وتدخل المحكمة وتعويضات مليون اتنين، يعني استغلال. لا ما تخافش أنا مش هعمل كده مهما كانت النتيجة. شكرا. هو في إيه؟ أنت مين؟ والنبي إيه؟ سكارة. تعمل ايه دي؟ احنا ما شفناش بعض قبل كده؟ ما افتكرش. انت نازل في الفندق؟ لا بس انا شفت وشك ده قبل كده. فين يا بنت يا سكارة؟ فين يا بنت يا سكارة؟ ممكن في مكلة في جورنان، يعني اعلان عن تبرعات جماعية. يمكن. لو سمحتي كده شوية يا نساء، انا مش شايف منظر البحر لو سمحتي. منظر ايه؟ دلوقتي معاد الكوكتيل بتاعي هيرفعوا العلم. انت عندك ياخت؟ انا واحد فيهم الكبير؟ انا ما بحبش اليخت اللي ياخد اكتر من 12 فرد. الله، مين اللي هيرفع العلم؟ مراتك؟ العمال. مين اللي بيعمل لك الاكل؟ الطباخين. شوفي لو يهمك تعرفي اني متجوز ولا مش متجوز. انا مش متجوز. تعالي تعالي تعالي. اتفضلي اتفضلي.
اتفضلي. ايه اخبار القبيل؟ قصدي البورصة. البورصة في الطالع. يعني عملت لك نص ارنب كده؟ ايه ده، انت بتلعبي مع الارانب ولا ايه؟ لا انا بلعب مزيك وبغني كمان. فنانة. ولمزاجك ولا في وقت فراغك؟ لمزاج الفندق والمعازيم والنقطة حسب الجو. انا جاية مع فرقة بنات. انتوا بقى فرقة البنات اللي بتعمل الموسيقى بتاعت اليومين دول؟ ايوه احنا بتوع اليومين دول. فعلا الشباب دلوقتي بيفضل الموسيقى الصاخبة، لكن انا شخصيا انا بفضل مزيكة زمان فيها طرب. وانا كمان، انا كمان متخرجة من معهد موسيقى. هايل. واهلك بقى موافقين على شغلك مع الفرقة دي؟ لا طبعا بابا منع عني المصروف. عنده حق. فين الاغاني الشبابية بتاعت اليومين دولت من الطرب بتاع زمان؟ السلام السلام على حفلات الموسيقى العربية. ولا فرقة ام كلثوم؟ غريبة، احنا ما تقابلناش قبل كده. انا ازاي ما قابلش واحدة زيك من زمان؟ انت راجل ذوق قوي وشكلك هتطلع طيب وغلبان. نعم. انت هتعمل ايه الليلة؟ شوف يا سكرة، انا باجي على الشط مرتين. مرتين بس؟ يعني مرتين ثلاثة في الاسبوع. هعمل ايه؟ شغلي واخد كل وقتي. لعلمك هوايتي هي اللي بتحبني. هوايتك؟ وارثها عن ابويا وجدي، السوسيس. ميرسي. سكر انت قاعده بتاكلي؟ احنا عايزين نلحق نغير. روح انت يا نونا وانا هحصلك. براحتك. يا سلام. يا نسا في حاجه؟ شوفي كل واحده تشوفني تعمل كده. انا كمان يا نونا افتكرته. معقول يا شيخه تفتكريه؟ شويه يا نسا لو سمحتي، شويه شويه. حسبي يا نونا، هو مستني اشاره من اليخت بتاعه. يخت بتاعه؟ ايوه. تصوري ما بيشيلش غير 12 فرد بس. ده اكيد يخت اجره جيزه بقى. نونا صاحبتي، احنا مضطرين نمشي بقى دلوقتي. يلا يا نونا. انا اتشرفت بمعرفتكم على كل حال. انت معزوم على السهره الليله. هحاول. لا تحاول ايه، لازم تيجي يا حبوب. ها. وما تنساش تجيب اليخت بتاعك في ديلك وانت جاي. ها، يخت عليها وعلى جمال رجليها. بقولك يا سكرة، هي ايه حكاية الواد ده؟ بقولك ايه يا نونة، مالكيش دعوة بالواد ده، الواد ده بتاعي وانا اللي وقعته الاول. انا حبيت بس انصحك نصيحة تحطيها حلقة في ودنك. انا لو كنت بنت وانا طبعا بنت كنت حافظت على كل خطواتي. شرف البنت زي عود القصب، لو اتعصر مرة ما يتعصرش تاني. وبصراحة بقى انت عودك مسوس، يعني لازم تحافظي على نفسك. انا لو كنت عملت حساب لخطواتي ما كنتش قابلته. وبعدين انا مش جاي دي صبر، استنى انا عايز اكري واقول لي اسمت بسرعة. انا عارفة انها هتموت من الفرح. طب يلا يلا عشان نلحق نفضحه، قصدي عشان نلحق نقولها. يلا يلا.